أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 بالتزامن مع الاحتفالات التي تشهدها مصر بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. الحقيقة خلال الحفل كان هناك عدد من الرسائل المهمة، أبرزها دور مصر الراسخ في دعم القضية الفلسطينية وأيضا الوصول إلى حل عادل للأزمة. طلب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته الإنسانية لتقديم المساعدات. للحديث أكثر عن الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي في كلماته، معانا على الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك يا دكتور سيادة السفير، معانا على التلفزيون السابع، أهلا منورنا وسهلا. دايما. في البداية يعني حابب أعرف تحليل حضرتك لكلمة الرئيس السيسي النهاردة، يعني خلال حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية. أولا هي كلمة هامة في توقيت دقيق جدا، جاءت يعني بالمناسبة عزيزة أيضا على قلوبنا ذكرى 6 أكتوبر، وأعتقد أنه التوقيت والمناسبة يعطوا دلالة على أنه مصر بتحاول بكل جهدها أن هو يسود السلام في هذا الإقليم، ومحاولة الوصول إلى حلول مرضية وقانونية وحقوقية للشعب الفلسطيني بحيث ان هو يحصل على حقه في انشاء دولته. الوقت الحالي اللي احنا عايشينه طبعا ده بيشكل ازمه كبيره جدا للاسف بيروح ضحاياها الشعب الفلسطيني الاعزل، ولكن فخامه الرئيس اليوم في حديثه اعتقد ان هو وضع النقاط على الحروف، وكان يعني صوت العقل والحكمه في انه في النهايه الدم سوف يأتي بدم والعنف سوف يأتي بعنف، وفي النهاية يجب أن يكون هناك مسار تفاوضي جاد يستطيع فيه الشعب الفلسطيني أن يحقق يعني حقوقه المشروعة طبقا للقرارات الدولية وطبقا لأعراف المجتمع الدولي المتحاضر. أعتقد إنه الكلمة اليوم ممكن تكون بمثابة يعني خارطة لطريق بالذات في تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم، وحديثه عن مساعدة إسرائيل فقط، ولكن هو لم يتطرق بأي حد من الأحوال إلى معالجة الجذور المشكلة حتى نقف هذه أو نقف دائرة العنف اللي كانت موجودة أو هتفضل موجودة طالما لم نصل إلى حلول جذرية لأسباب هذا العنف. طيب سيادة السفير، كان في تأكيد على دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت كان في تأكيد على الحل الدبلوماسي. حضرتك يعني دبلوماسي، وأنا حابب أعرف أهمية ده، يعني سواء في كلمة الرئيس أو حتى كحل للقضية الفلسطينية في الوقت الراهن. وعليك العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه يثبت انه الحلول العسكريه فقط لن تؤتي نتيجه ولن تؤتي الموقف، وفخامه الرئيس قال ما فيش منتصر وما فيش مهزوم في المرحله بتاعت الاحتلال. ده معناه ان انت لازم هتلجا في وقت من الاوقات، وحبذا يكون سريعا حتى نوقف فرق الانتماء الى مائده التفاوض. هو ده اللي ممكن يصل بنا الى حلول، وده اعتقد العصر الحديث يتحدث عن هذه المبادئ بقوه، لانه الحلول العسكريه فقط والاطلاع على اراضي واحتلالها وتدمير شعوب وتدمير مرافق كل دوت لن ياتي بحل، بل بالعكس قد يكون بدايه لموجه جديده من العنف. هنا انا بشوف انه دعوه الى بدايه النظر السياسيه هو ده فعلا الأمر الهام، وفكرة معالجة القصور وترك الجذور ده بحد ذاته أمر يعني يتعنى دائما في هذه الدائرة الدموية اللي لازم تتوقف طالما ما فيش حقوق الشعب الفلسطيني تتسلم أو تتسلم. طيب احنا شفنا خلال عرض طلبة الكليات العسكرية ظهور كلمة سينا، سينا أمل جديد، كان في دلالة معينة لظهور الكلمة دي في الوقت الحالي؟ يعني أعتقد إنه في دلالة معينة، يعني حابب أسمعها من حضرتك. طبعا هو يعني في دلالتين نقدر نقول،
إنه سينا بيعاد تعميرها ووضعها في خريطة التنمية بالنسبة لمصر، وفي نفس الوقت إن هذه البقعة العزيزة على المصريين لن تكون أبدا يعني لعبة في أيدي بعض القوى اللي بتحاول إن هي تنقل القضية الفلسطينية من أرض فلسطين إلى أرض فلسطين. طيب حتى ذاته الامر مرفوض طبعا من الجانبين، حتى الشعب الفلسطيني نفسه يرفض هذا المبدأ. طيب اخيرا سياده السفير، في بعض المشاهدين ممكن يبقى مختلط عليهم الارض في دور مصر تجاه القضيه، مختلط عليهم الامر في دور مصر تجاه القضيه الفلسطينيه تحديدا. انا حابب اعرف من حضرتك بشكل دبلوماسي رؤيه مصر للقضيه الفلسطينيه كحاجه برضو اللي بيشوفنا ممكن لسه لأول مرة بيتابع الأجيال الصغيرة بتشوف، فحابين نأكد على دور مصر تجاه القضية. مصر ملتزمة بإيه وبتدعو لإيه في خلال القضية وحل القضية دي نفسها؟ يعني ننظر الأول بسرعة للموقف الحالي، كيف يتم معالجته وكيف نصل بعد التقاء بالموضوع إلى مستوى الحل النهائي. لكن الوضع الحالي بيطلب نصل إلى وقف إطلاق نار وإطالة مساعدات سريعة للشعب الفلسطيني في غزة، وبعد كده نتطلع بقى إلى دور حاسم ومصر ممكن تلعبه في وضع تحقيق طويلة الأمد، لأن زي ما حضرتك عارف إن مصر الحقيقية اللي بتتواصل مع رام الله وتل أبيب وغزة، ثم بعد كده المجتمع الدولي، وده برضه ستر النهارده اشار له بقوه، المجتمع الدولي عليه مسؤوليه كبيره ان هو بس مش جانب اسرائيل ويطرق المشكله نفسها، يجب ان يكون هناك قوه دفع جديده لوضع القضيه الفلسطينيه في مكتبه الاهتمام الاولى بالنسبه للمجتمع الدولي، ومحاوله الوصول الى حلول سياسيه سريعه حتى يشعر الشعب الفلسطيني هناك بعض الامل امامه ان هو هيعيش حياه عاديه زي كل الدول الاخرى. كان في تاكيد برضه في كلمه الرئيس النهارده انه بيخاطب المجتمع الدولي وبيتكلم على فكره المساعدات الانسانيه، كان في تاكيد على ده. يا حاج شايف ده في الوقت الراهن ده بيعزز كلام حضرتك، فكره انه احنا نوقف القتال الاول ثم بعد ذلك نلجا الى المفاوضات بشكل ما؟ يعني طبعا هو الشعب الفلسطيني في المرحله الحاليه يحتاج الى مساعدات، حضرتك مخزون المياه والوقود والكهرباء كل دوت بدا والمستشفيات بدات تتعطل، فاذا احنا امام عقاب جماعي قد يؤدي الى كوارث داخل هذه البقعه العزيزه، وبالتالي فعلا النداء العاجل وضع المجتمع الدولي عشان يتحمل مسؤولياته، اعتقد ان ده امر مهم جدا، وده امر يجب ان يتم خلال ساعات، حتى مش بس يعني ننتظر لفتره طويله، لان فعلا في حاجه ماسه الى هذه المساعدات. فانا اعتقد ان هي دي البدايه الطبيعيه للوضع او لمعالجه الوضع الحالي، ثم بعد كده يكون في خلاص خاصه انسانيه ايضا، لان حضرتك ما تنساش برضه ان موضوع الاسرى والرعائل دي احنا بننظر اللي هي برضه في اطار انساني اكثر منه اي شيء اخر، فممكن مصر برضه تلعب دور في هذا الامر فيما بعد، وبعد كده يكون في محاوله للجم القوه العسكريه الاسرائيليه اللي بتحاول فعلا ان هي تدمر غزه بتدمير كامل على اساس ان هو يعني بيدعوا ان هم يتفقصوا. هذا امر عبثي حتى لو كان الموضوع هيكون فيه خسائر بالنسبه لحماس، ولكن هناك اجيال جديده صاعده مستعده ايضا انها تقاوم وانها تحمي رايه القضيه الفلسطينيه مره اخرى، وبالتالي الحل الوحيد هو اعطاء الحقوق مره اخرى او بسرعه الى الشعب الفلسطيني ويشعر ان هناك امل في حياه كريمه قادمه بالنسبه له. سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بنشكرك على تواجدك معنا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.